دلوقتي بقى هنروح اسكندرية وهنشوف تقرير عن معرض رسومات للفنانة رميساء إبراهيم واللي اتعمل في مركز الثقافة في الأنفوشي لصالح مستشفى أيادي المستقبل لعلاج السرطان. هنشوف التقرير وبعد الفاصل حوار خاص جدا مع حفيد الملك فريد شوقي الفنان الشاب محمد جمال. استنونا. استضاف قصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية معرض فني من نوع خاص، معرض عملته صفاء محمد بمشاركة وحضور عدد كبير من الفنانين الشباب اللي شاركوا بعدد من لوحاتهم الفنية دعما لمرضى السرطان. المعرض أول مرة نفذه، أول مرة أن أنا أصلا أعمل معرض أو أشارك في معرض، ما شاركتش قبل كده في معرض، ومش بقالي فترة كبيرة في الرسم، بقالي مدة 7 شهور تقريبا، بس بدأنا ان انا نزلتها على الفيس. لو ما كانتش جمعت عدد ما كانتش هتتنفس طبعا، لان هو الاساس عندي العدد اللي هم هيشاركوا معايا باللوح اللوحات اللي احنا نقدر ان احنا نبيعها علشان نقدر نجمع مبلغ ان احنا نساعد بيه. الفكرة رغم بساطتها الا انها كان ليها قبول واستحسان كتير من الشباب الفنانين اللي اصروا على المشاركة بدون تردد. تعرفت فكرة المعرض من صفاء، كانت منزلها بوست على الفيس، حبيت الفكرة ان هي هتساعد مرضى السرطان بيه، فحبيت اشارك، ودي اول مشاركه ليا في المعرض، في اي معرض، وان شاء الله يعني ده مش هدفي، يعني هو هدفي ان انا ادخل كليه طب، بس ده مش مانع ان انا اكمل في موهبتي لحد ما اوصل لحاجه اعلى. مبادره فنيه مش الاولى، وفي نفس الوقت مش هتكون الاخيره. مبادره معرض في رسالته بيقول ان مرضى السرطان يستحق الحياه.